السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في أحد المحاضرات الهامة واللي بنربطها بالمينتنانس بلاننج والسكادجولينج والأسيت مانجمنت. في البداية بس نأكد على إن الصوت معانا واضح تمام والشاشة واضحة معانا تمام. السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله يا باشمهندس. ممتاز ممتاز. تمام، الناس كله واضح. تمام، تمام يا هندسة، كله واضح. تمام يا باشمهندس. تمام، ننتظر بس ايه نص دقيقة كده يعني الجميع ينضم معانا. تمام، برحب بحضراتكم مرة تانية، وإن شاء الله يعني على قدر المستطاع نحاول نستفاد مع بعض النهاردة في المحاضرة الخاصة بي ازاي عمليه الميرجينج او عمليه الدمج اللي هتتم ما بين مكان او اريا. يمكن من وجهه نظر حضرتك انت شايفها بعيده عن المكتب بتاعك وانت قاعد في البلاننج ديبارتمنت، ودي حاجه في المستوى المخازن وفي مستوى الاستورج، وقد تكون لها تاثير وتاثير مباشر على طبيعه البلاننج والتصور بتاع عمليه تنفيذ الصيانه والمينتنس تاسك بتاعتي. عشان كده المحاضره بتاعتنا العنوان بتاعها هو عنوان افكتيف جدا، بيقول فيه افكت اوف ماتيريالز مانجمنت ان مينتنس تاسك فلو. تمام، وبالتالي احنا بنقول ايه بعد اذن حضراتكم، بس مش عايزين اي حد يكتب على الشاشه، امسح بس الايه الشخبطه دي، مش عايزين كتابه على الشاشه لو سمحتوا. فبنقول ان انا النهارده بعمل ماتيريال مانجمنت، يعني انا دلوقتي بعمل ترتيب للماتيريالز، السبير بارتس كونسيومبل ماتيريالز عندي في المخزن، واللي هي في المقام الاول لقيتها بتاثر على طبيعه البلاننج بتاعي وطبيعه التصور اللي انا هعمله في المخطط بتاعي. طيب انا يعني برضو عشان خاطر احنا يبقى برضو يعني مركزين بشكل اكبر في الموضوع، فاحنا بالنسبه لنا هنتكلم على محاور رئيسيه تبقى حاجه يعني ايه مور كونسنتريتد، وبنبدا نركز على الاوبجيكتيف بشكل مباشر. ده مش كده وبس، ده احنا كمان هندعم الموضوع ب هندعم الموضوع بفكره ان احنا نعمل حاجه براكتيكال. طيب المحاور عندنا عباره عن ايه؟ اول حاجه عندي البريفنتيف مينتنس هاندلنج ديورنج بلاننج بروجرام. طبعا المحور ده هنتكلم فيه على اللي هو اكنك بتعمل برنامج بلاننج وسكادجولينج فروم سكراتش، يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بنتعلم بلاننج جديد، او بمعنى اصح جبنا معده ففتحنا المينتنس مانوال بتاعها فبدانا نشوف هنبدا ناخد نعمل اكستراكشن او نعمل كاستمايزيشن ازاي من المانوال ده، واحوله بعد كده في شكل ورك اوردر واحوله في ايه كسكادجولد تاسك. طيب الخطوه اللي بعد كده هنعرف حاجه مهمه جدا بتهم الشخص البلانر، وهي اسمها المينتنس باك لوج، ودي اللي من خلالها بنقدر نتعرف على طبيعه الامكانيات المعنويه اللي معانا، او بمعنى اصح الليبرز والتكنيشنز والناس اللي معايا العماله، هقدر استفاد منها ازاي وبتديني خدمات ازاي في شغلي اثناء عمليه الصيانه. بعد كده بنتكلم لو انا تصورت ان انا تحت بقى في المخازن لقيت فيه راندوم ديستريبيوشن للسبير بارتس. تمام، ايه المدى الافكت اللي هيحصل على المينتنس باك لوج اللي هو في الاساس بيطلع عدد اللي احنا بنسميها بعد كده ايه الكرو ويك، او بمعنى اصح عدد ساعات العمل اللي هي متطلبه لانهاء مجموعه التاسكس اللي عندي. وبالتالي طالما انا عندي فيه عيب انا محتاج اعرف منه كوريكشن عشان اقدر احسن للمينتنس باك لوج، فيجي كوريكشن في المستوى الرابع او في المحور الرابع اللي هو احد الكوريكشن او احد السوليوشن بتاعتنا اللي هو بين لوكيشن سيستم بنتبعه في المخازن عشان بعد كده اقدر اوصل للسبير بارتس او الكونسيومبل ماتيريالز بتاعتي بشكل مباشر، وايه ويبدا الايفكت بتاع البلاننج بتاعي ما يتاثرش باي عوامل تخص موضوع الايه الاستورج او الانفنتوري اللي عندي. اخر حاجه بنتكلم بقى على زي الشارت بتاع او الكونفيجريشن او اللاي اوت بتاع المينتنس بلاننج او السكادجولينج، بيبدا منين وبينتهي فين، ولازم السايكل دي تتقفل
مش شرط بس ان انا انتهيت من الشغل فاسيب الموضوع مفتوح، لا ده انا لازم ارجع مره تانيه لقسم التخطيط والجدوله عشان ابدا بعد كده اقفل الشغلانه دي وابدا اديلها تايم انترفال جديد، لان بقى في عندي حاجه اسمها لاست ديت وعندي حاجه اسمها upcoming او next due date. طيب لما نيجي نتكلم على اول محور عندنا، انا طبعا حبيت اشرح المحور ده في شكل يعني ايه بيور براكتيكال. انا بعتبر نفسي انا راجل دلوقتي عندي معده وباخد اكزامبل لمعده وباخد اكزامبل لتاسك جوه المعده من المينتنس مانيوال بتاعها، فبقول ان انا عندي بامب، البامب دي جراند فوس، والبامب ديت هي من الموديل اللي هو ال اس او اللي هو بيسموه الهوريزونتال ستايل، مش هوريزونتال ماشين، مش فيرتيكال ماشين. فالجراند فوس ديت المفترض ان بيبقى فيه عليها نيم بليت، انا باخد الموضوع طبعا من البدايه خالص اهو، باخد النيم بليت اللي بيبقى موجود على جسم المضخه من الخارج، وده اللي من خلاله ببدا بس اركز على حاجه معينه كده، ده صميم الشغل بتاعي في المحاضره يعني. انا طبعا ممكن استفاد منه بحاجات كتير، بس انا بحاول اعمل كاستمايزيشن على الحاجه اللي هتخدمني في شغل المحاضره دي. فبقول لقيت ان في اللي هو مشاور عليه رقم واحد ده، ده تايب ديزيجنيشن، وده اللي من خلاله بيعرف الـ زي الايه الكونفيجريشن او الديزاين بتاع المعده دي او البامب ديت مكون من ايه. فيقول لك والله ده بيبدا من ال اس، فال اس دي معناها ان ده هوريزونتال فيرجن، تمام. بعد كده بيبقى فيه ليترز او في نمبرز، النمبرز دي بعد كده دي بتخص النومينال دايمتر للال بورت، وبعد كده عندي في يعني ارقام تانية يعني في داش، وبعد كده مجموعه من الارقام بتخص النومينال دايمتر للاوتلت بورت، وهنا في وقفه. هنا لما جه اختصر النومينال دايمتر اختصرها بالدي ان. طبعا هنا يمكن احنا لازم نرجع للمينتنس مانيوال نفسه ونفهم هل هو معرف الدي ان دي، وده في المعتاد الديفولت ان هو بيعرفها دي النومينال دايمتر، ويقصد بالنومينال اللي هو الافريج دايمتر. يعني انا مثلا لو في عندي انر شيب واوتر شيب فانا باخد الانترميديت دايمتر. طيب تلاقي في بعض المراجع تانية يقول لك الدي ان ده بنسميه دي ان فاليو على اعتبار ان هو بياخد الدايمتر بتاع العمود مثلا مع الان اللي هو الار بي ام بتاع العمود، فلما نضربهم في بعض يدوني رقم معين فبسميه دي ان فاكتور او الدي ان فاليو. فهنا الاقرب ايه، طيب الافتراضي ايه، الديفولت ايه، هو بيبقى الدايمتر على طول الدي ان. فقدرنا طبعا من خلال النيم بليت قدرت اعرف هو الدايمتر بتاع الالت والاوتلت قد ايه من خلال الرقمين اللي ورا بعض اللي هما من بعد ال اس. طيب لما عرفنا الكلام ده وعرفت النيم بليت وبدات اترجم الديزاين او الانترنال ديزاين بتاع البامب دي ماشي ازاي، بدات افر في المانيوال بتاعي لحد ما وصلت على السيكشن او الشابتر بتاع المينتنس تاسكس، وده بقى اللي يخصني انا كراجل بتاع بلاننج وسكادجولينج. فبدات افتح عشان اطلع مين بقى، اطلع البي ام او البريفنتيف مينتنس للمعده اللي انا بتعامل معاها دي. فوانا بفر كده لقيت عندي ايتم او عندي سيكشن بيكتب عليه لوبريكيشن، فقال لك ده جريس سبيسيفيكيشن، فقال لك ان في سبيسيفيكيشن معينه نوع شحم معين انا هستخدمه عشان اشحم البيرنج. فكده فهمت انا كراجل بتاع بلاننج ان هنا في تاسك عندي، تاسك تشحيم هعمله. ده مش كده وبس، هو قال لك خلي بالك عشان الموضوع ده بيبقى ليه كوانتيتي معينه للجريس اللي هتحطه. طب ده بيزد على ايه بقى؟ قال لك بيزد على الدي ان اللي انت لسه معرفها من شويه في النيم بليت. فقال لك لو كان الالت سايز بتاعك الالت سايز هو من 65 ل 100، يبقى انت في الحاله دي محتاج تحط 11 جرام. لو الموضوع طبعا زي ما احنا شايفين كده ان كل ما الدايمتر عندي بيزيد كل ما بيديني انديكيشن ان السايز او الكوانتيتي بتاعت الجريس بتاعتي بتزيد، ده طبيعه الحال عندي في اريا زادت، وبالتالي الاريا دي يعني في مساحه اكبر محتاجه تشحيم اكبر. طيب بعد كده يفضل بقى ايه يتدرج معايا من 200 ل 300. طبعا هو الراجل هنا بيتكلم في المانيوال ده على اعتبار ان انت عندك اكتر من موديل، يعني مش لازم أن يكون المانيوال ده بيخدم فقط الموديل بتاع حضرتك اللي في البلانت بتاعك، لا هو بيقول والله احنا عملنا من جراند فوس
عملنا مجموعه موديلات. الموديلات ديت في موديلات بيبقى السايز بتاعها ما بين ال 65 وال 100، في حاجات بيبقى السايز بتاعها 130، في حاجات 230، في حاجات 360. فانت على حسب انت فين بتختار نسبه الايه الكوانتيتي اللي انت هتحطها. الكلام ده الراجل بتاع البلاننج هو فعلا بيدرس. يعني انا دلوقتي في مرحله ايه، في مرحله الاستادي، فباخد المانيوال عشان بعد كده بطلع منه ايه بقى، بطلع منه ورك اوردر. طيب الورك اوردر ده هو ده اللي يعتبر المين اوتبوت اللي بيطلع من مرحله الايه البلاننج. تمام كده؟ يعني انا دلوقتي بقول لك انت هاو، كلمه بلاننج يعني هاو، انت هتعملها ازاي الشغلانه ديت، هتعتمد على ايه، طب هي مكونه من ايه، طب ايه هي البروسيجرز اللي عندك اللي انت هتعتمد عليها او هتمشي عليها عشان تضمن نجاح الشغلانه دي. فقال لك عشان كده لما جينا كملنا قرايه قال لك فور ايفري 10,000 اوبريتنج اورز اور ايفري 2 ييرز. وهنا طبعا في وقفه مهمه جدا وفي غايه الخطوره، اللي هو الايه الانترفال اللي قدامي دي، هنا دي بالنسبه لي بحطها تحت السكادجولينج. يعني انا هاجي دلوقتي اشتغل في العنصر الثاني، في المحور الثاني بتاع مثلا الكورس البلاننج والسكادجولينج، فانا باجي دلوقتي باخد ايه، باخد الانترفال. انا لما اجي ابص على الانترفال الاقي ان الانترفال عندي هي بالنسبه لشغلنا احنا في مجال الاسيت مان او الاندستري الروتيتنج اكويبمنت والاندستري بتاعتنا في الصناعات بتاعتنا، فتلاقينا بن ايه بتندرج تحت نوعين، يا اما اوبريتنج اورز يا اما كالندر. طيب لما يجي يديك تاسك ويربط التاسك دوت بالنوعين، انا بقى اروح ضيف لك جمله عليه واقول لك ايه بقى، which comes first. يعني ايه؟ يعني اللي هيجي الاول، ال 10,000 ساعة حصلت عليهم الأول تشغيل، أو إن المعدة قعدت سنتين كعمر، اللي هيجي الأول من دول يبقى كده أنت دلوقتي المعدة دي عايزة إيه؟ عايزة تتشحم كتاسك أنا بدرسه دلوقتي. طيب أمال إيه بقى اللي جاي بعد كده بقى، اللي هو من أول خطوة واحد لحد خطوة سبعة، دي بقى اللي أنا بحطها في الورك أوردر عندي في الإيه؟ في البروسيجر سيكشن. يقول لك البروسيجرز خطوات الإيه؟ خطوات فك الاسيمبلي والديس اسيمبلي الشغلانه. يقول لك ريموف ذا بيرنج كابس فروم ذا بامب، ريموف، خلي بالك من الحته اللي جايه دي بقى، ريموف اول ذا جريس. ودي يمكن من اكبر الخطوات اللي احنا بنقع فيها في الصيانه بتاعتنا بقى الطبيعيه. يعني انت دلوقتي نزلت التاسك ده والناس ما بتقراش تاسك، هو الراجل يقول لك ايه، يقول لك والله انا بحط شحم، تلاقي مثلا راجل تكنيشن ماشي وماسك مسدس التشحيم وعمال فرحان بيه، اي بليه يلاقيها قدامه، اي بنز تشحيم يروح ضارب شحم. طبعا الكلام ده كلام خاطئ، هو بيقول لك هنا بتشيل الايه، بتشيل الاولد جريس الاول، لان هي الموضوع بالظبط كما لو كان. طبعا يعني عارفين السيكونس بتاع السياره عندنا، ان احنا لما بنيجي نغير زيت بنفك الطبه من تحت، ننزل الزيت القديم ونبدا نحط زيت جديد. هل يعقل ان انا اسيب الزيت القديم واحط عليه زيت جديد؟ فطبعا دي بالنسبه لي مشكله. احنا هنا طبعا بنبين ايه، بنبين أهمية إن أنت نجاح التاسك في الأساس خالص المينتنس تاسك مش هينجح إلا لما أنت، إلا ما ينجح من الأول عندك. طب هو نجاحه عندي أنا إيه البارامترز اللي بتخليه ينجح عندي؟ إن أنت تحط له بروسيجرز بشكل مظبوط، ويبقى في توعية من الناحية التانية الناس بقى اللي بتنفذ الصيانة، إن هو يقرأ الكلام ده، إن التاسك اللي جاي لك ده مش أنت عشان عملته 5,000 مرة فبالتالي تحفظ من، لا ده انت 5,000 واحد برضه تقرا الورك اوردر، لان بطبيعه الهيومانيتي او طبيعه النفس البشريه بتنسى، انسان من النسيان، وبالتالي انت لا تعتمد على ذاكرتك، فبالتالي بتقرا الايه؟ بتقرا التاسكس بتاعتك او بتقرا البروسيجرز عشان تنجح التاسك بتاعك. واحنا بنقرا في المانيوال بعد ما قلنا واحد ريموف، اثنين كذا، ثلاثه ثورلي، اربعه ريفيل، خمسه، سته، سبعه، رحت حاطط الكلام ده كله تحت السيكشن جوه الورك اوردر اللي هو بيسميه البروسيجرز، خطوات عمل التاسك. طيب كلام كويس، لان راح جه في المانيوال راح عمل لك العلامه الحمراء دي. العلامه ديت بالنسبه لي انا احطها في الورك اوردر فين؟ قال لك بتحطها في الورك اوردر في السيكشن بتاع الورنينج انستراكشنز، اللي هو بيبقى فيه عايز تلفت نظره
لحاجه معينه انت ممكن تعملها بالخطا فتؤدي لحدوث مشكله. فقال لك ايه في العلامه دي؟ قال لك دونت اوفر جريز. طبعا ده اعتقاد تاني، يعني واحد ايه، انا يعني احنا بنشوف الحالات دي قدامنا في الصناعه، تلاقي مثلا الراجل اللي بيشحم اذا ما كانش يشوف الشحم خارج كده يعني طافح من البيرنج، من الهاوسنج بتاع البيرنج، ما يستريحش. يعني عمال يشحن 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 لحد ما يلاقي الايه باللغه الدارجه بتاعتنا الشحم بيبوظ من البنز بتاعه. طبعا هنا بيقول لك، هو بيحذرك، دونت اوفر جريس، تو ماتش جريس كان كوز اوفر هيتنج. يعني انت ما تفتكرش ان اللاك اوف لوبريكيشن هو فقط المشكله، ده كمان الاكسس اوف لوبريكيشن برضه مشكله، لان بيعمل حراره عاليه وبالتالي ده هيؤدي لحدوث بيرنج فيلير. يبقى دي من ضمن الحاجات اللي بايه بتاثر على العمر الافتراضي للبليه، لان بطبيعه الحال البليه دلوقتي بقى عندها لود عالي قدامها بجانب اللود الاساسي اللي هي المفترض شايلاه عشان تعمل البروسيس بتاعتها دي. تمام كده؟ طيب كلام جميل جدا، وانا اعتبرت ان المانيوال بتاعي ما كانش فيه غير التاسك ده، بظن ذلك يعني. تمام؟ عشان اعرف بعد كده ايه اللي مطلوب مني. بعد ما خلصت هنا طلعت من الشكل اللي قدامي دي كده، الصفحه اللي قدامي بتاعت المينتنس دي، طلعت منها بمعلومتين. معلومه احطها تحت البلاننج واللي دي هتتنظم في الورك اوردر، ومعلومه تانية هحطها في تحت السكادجولينج، ودي اللي هتتنظم بقى على حسب يعني السيستم اللي انا شغال بيه. شغال نظام طبيعي عادي خالص، احطها في اكسل شيت، شغال مثلا نظام سي ام ام اس كمبيوترايزد مينتنس مانجمنت سيستم، ابدا احطها وابدا اعمل لها تايم انترفال. يبقى اقول له والله دلوقتي خلي بالك انا بتكلم دلوقتي على الماشين كذا، ماشين نين، بتكلم على التاسك كذا، سواء هتدي التاسك ده نمبر او هتسيبه بتاج معين او هتنسبه بليتر خاص بالمعده دي على حسب. والتاسك ده اسمه لوبريكيشن، فاللوبريكيشن ده بالنسبه لي في اخر مره اتعمل يبقى اللاست ديت كان كذا، وبعد كده النكست ديت هيبقى كذا، وبعد كده بقول له الانترفال هتبقى كذا. طبعا تلاقي نفسك بتبقى انت عايز تعمل تو انترفلز في الحاله بتاعتنا، عايز تعمل انترفال للاورز وعايز تعمل انترفال لايه للكالندر، وتربط الاثنين دول باليوم وتربطه بالايه بعدد ساعات التشغيل للمعده. كلام ممتاز، عملنا نظمنا شغلنا، الدنيا ترتبت معايا تمام والامور وضحت معايا. اجي بعد كده ابدا بقى اعمل الشغل بتاعي انا كراجل بتاع بلانر، بقى عندي كباستي معينه، عندي افيلابيليتي معينه للعماله، عندي يعني ايه بيسموها موارد بشريه معينه، ابدا اعمل ايه؟ انظم التاسكس اللي انا طلعتها من المانيوال دي. طبعا احنا هنا مش بنتكلم على صفحه واحده، احنا طبعا بنتكلم على برنامج صيانه كامل لمعده واحده في سايت او في بلانت مثلا في مثلا 300 400 اسيت. فتخيل معايا الموضوع ده بقى هيدار ازاي لما الدنيا دي تكبر معايا. لكن اللي احنا عايزين نقوله ان احنا عملناه ده، والدراسه اللي عملناها دي اول مره، دي مره تعبنا فيها وخلاص كده بالنسبه لي مش هعملها تاني. مجرد ما طلعت الورك اوردر ده طلعته، اديت له يعني اديت له رقم معين ورك اوردر نمبر كذا، وربطت النمبر دوت بالتاسك نمبر ده، يقول لك مثلا التاسك نمبر ده هو 11 داش 20 داش 2 داش كذا، فتلاقي كل حاجه من دول بتدل على حاجة معينة. طبعا بتبقى عامل لنفسك keywords وعامل لنفسك اختصارات وزي abbreviations وزي يعني ايه مفاتيح تعرف من خلالها ده بيعرف ايه بالظبط. طبعا الكلام ده يطول شرحه دلوقتي، لكن احنا بنتكلم برضو الكلام جملة يعني. خلصنا من الموضوع دوت، خلصنا منه خلاص وطلعنا منه بهدف سامي جدا، ان انا قدرت دلوقتي اجمع ما بين البلاننج والسكادجولينج. لحد دلوقتي برضو انا لسه ما ربطتش الموضوع المحاضره، انا كل دوت باخد حضرتك ايه تدريجيا كراجل بلانر كراجل سكادجولر، ايه دورك وايه مهامك في الموضوع. ما زال لسه دورك شغال وبتحسب حاجه اسمها المينتنانس باك لوج. ايه هو الباك لوج ده؟ قال لك ده بيبقى مجموعه من التاسكس هي منتظره تاخد قرار في التنفيذ، فدي بلاند مينتنس ورك ويتنج تو بي سكيدجول.
يعني او بمعنى اخر هي مجموعه من الشغل لسه لم يتم العمل عليها او لسه الدور ما جاش عليها. طب المعادله بتاعت المينتنس باك لوج دي بتتحسب ازاي؟ قال لك بتتحسب على حسب عدد المان اورز اللي موجوده عندك في الشغل. يعني يقول لك والله دلوقتي انا عندي المفترض ان انا في عندي مثلا مجموعه من الفنيين موجودين، وكل فن من دول انا ببقى عندي في الدوام بتاعي مثلا بيبقى حاضر 2 فنيين 3 فنيين 4 فنيين في الشفت الواحد او في اليوم الواحد، وكل واحد من دول هو ليه دوام معين بعد ما طلع له عدد ساعات البريكس بتاعته، وبعد ما طلع له مثلا الوقت الصلاه، وبعد ما طلع له كل حاجه، فبيبقى ليه في الاخر بيور وركينج اورز هي دي اللي باخدها منه. فدي اللي بسميها مان اورز، بس بحسبها له على مدار ايه بقى؟ بحسبها له على مدار الاسبوع. يعني ايه؟ بشوف في الاسبوع هيعمل معايا كام، يعني بعد 7 ايام هيبقى بيشتغل معايا كام يوم. بنقسم الكلام ده على النمبر اوف مان اورز ويكلي كاباسيتي ان ذا مينتننس ديبارتمنت. قول لي اديني مثال عشان انا مش فاهم حاجه قوي. اقول لك خد المثال ده، بيقول لك والله دلوقتي احنا عندنا 10 تكنيشنز موجودين، وعندنا في ريجولر ورك ويك 40 اورز. يعني قال لك انا دلوقتي الناس دي في الاخر بتديني 40 ساعه في الاسبوع، بتديني 40 ساعه في الاسبوع. فبيقول لك ان هاو دو يو كالكوليت كرو ويكس، او بيسميها الويكس اوف باك لوج. فقال لك بتعمل ايه في الحاله دي؟ قال لك لما بتيجي تاخد ال 10 تكنيشنز دول وكل واحد منهم بيدي 40 ساعه في الاسبوع، يعني معنى كده ان هم بيدوا كام؟ بيدوا 400 ساعه في الاسبوع. يبقى انا اقدر لما انا اقول له انا هشتغل عندي 1 كرو ويك، يبقى انا ال 1 كرو ويك بتاعي ده بينفذ 400 ساعه شغل. هنا طبعا انا ما اتكلمتش على الاكسبكتد اورز بتاع التاسك بتاعي، هنا بقى بتبقى عايزه عمليه استيميشن وعايزه عمليه دراسه، وبيبقى فيها زي نظام ايه؟ يعني فيدباك، بتعمل التاسك اول مره يقول لك مثلا انت كنت مخطط له او كنت عامل له اكسبكتد اورز ياخد 4 ساعات. الناس طبعا فضلت تروح المخزن وتيجي من المخزن ويقعد يستنى ده يوقف له ويستنى دوت يجيب له قطعه غيار، لقينا ان الاربعه دول امتدوا معايا ل6 او 7 ساعات. اروح واخد الكلام ده تاني بعد ما اخد الفيدباك من الناس، هي دي بقى النقطه اللي هتقفل بيها المحاضره بتاعتنا اللي هو السايكل، وترجع مره تانيه تصب في منطقه البلاننج، ويبدا بقى ياخد باله ده خلي بالك ده انا عندي فيه مارجن معين لازم ازود اعمل حسابي ان في عطله بتيجي من كذا ومن كذا ومن كذا. والله لو انت قدرت تنجح ان انت تشيل الاعطال ديت، يبقى انت في الحاله دي قدرت ايه؟ قدرت تصل لاوبتيمال اورز، فقدرت تستفاد بالكرو ويك بتاعك. طيب فقال لك دلوقتي لو انت مثلا عندك اعمال فوركاستد مينتننس لود، دي اعمال تاسكس عندك انت مخطط ليها، ودي هتاخد لك بالاكسبكتد اورز اللي احنا لسه قايلينه، لان ان انا محتاج 1200 ساعه شغل. فال 1200 ساعه دول انا كده بالنسبه لي على حساباتي وعلى حسب السورسز اللي عندي، الاقي نفسي ان انا محتاج كام؟ محتاج 3 كرو ويكس. يعني انت في الحاله دي ايه؟ محتاج ان انت تقعد 3 اسابيع بالعماله اللي عندك بالكباستي بتاعتك عشان تقدر تنفذ الايه؟ تنفذ اللود اللي عندك ده. ده كلام جميل جدا. فتفاجأ بقى ان انت راجل دلوقتي قاعد والتكييف شغال في المكتب والدنيا جميله خالص، وما تاخدش بالك اصلا من حاجه مهمه، ان التاسك اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه ده اللي هو بتاع ايه؟ بتاع اللوبريكيشن، كان عايز كونسيومبل ماتيريالز اللي هو الشحم. والشحم دوت لما الراجل نزل يبص عليه في المخزن، بص لقى المخزن بالمنظر اللي قدامنا ده، لقى راندوم ديستريبيوشن للسبير بارتس اللي موجوده، لا عارف الشحم دوت يجيبه من على الرف الفلاني، جراكن محطوطة هنا، قطعة غيار مرمية تحت، حاجات على الأرفف معرفش عنها حاجة. فوارد جدا بقى في الحالة اللي احنا قدامنا ديت ان الشحم يكون اللوبريكيشن الجيركن او الجردل او الحاجة اللي احنا فيها المادة نفسها اللي هنشحم منها موجودة في مكان ما، فعلا هي موجودة، بس بسبب عدم تنظيم اللي هو الماتيريال مانجمنت في الستور عندك ادى ان انت عمال تدور. فطبعا الراجل يرجع ما عندوش بقى طولة بال، او يعني ايه يعني ما عندوش صبر ان هو يدور، قال لك والله يا فندم انا دورت في المخزن مش لاقي الشحم اللي انت بعته لي ده، الورك اوردر اللي معايا ده بيقول استخدم لوبريكانت تايب كذا 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 او الالترنيتيف كذا، لا لقيت ده
ولا لقيت الالترناتيف بتاعه. طبعا الكلام ده المفترض ان انت مدي امان، يعني ايه انت دلوقتي راجل مخطط ان انا الراجل ده هينزل يجيب الشحم من المخزن يطلع على الشغلانه، كون ان المخزن عندك متبعثر حصل له راندوم ديستريبيوشن بالمنظر ده خلى الشحم ما بقاش موجود وهو موجود. بص الخساره بقى، الشحم ما بقاش موجود وهو موجود ادى ان انت هتطلب طلبيه جديده يعني بكوست جديده، تمام؟ هتكلف المكان تكلفه تاني عشان خاطر تجيب كونسيومبل ماتيريالز جديده. بريك داون، تايم بريك داون هيزيد معاك، الله اعلم بقى الشحم ده هيجي لي امتى، اذا كان هيجي النهارده هيجي بكره هيجي بعده، فالتاسك عندي متعطل. طبعا انا برضو بتكلم على سكيل تاسك معين، برضو احنا عايزين ناخد الموضوع بالايه، بالقياس، يعني مش شرط اللي انا بقوله ده على اللوبريكيشن مش هينفع نعمله على حاجه تانيه، تمام؟ فبالتالي احنا هنعالج طبعا يا باشمهندس دلوقتي، بس احنا بنقول بس ايه، انت فوق وهم تحت، فعشان كده بتلاقينا احنا من ضمن الحاجات اللي بتدرس في المينتنس بلاننج والسكادجولينج حاجه اسمها الكي بي اي والماتيريال مانجمنت سيستم. يعني انت بتيجي حاجه اسمها بتعمل حاجه اسمها كي بيرفورمانس انديكيتورز، واللي من خلالها بقى بتطلع البارامترز اللي انت بتعمل عليها المتريك المقاييس اللي بتقول من خلالها والله كده لا انا كده ضامن ان المخزن بتاعي ده تمام، الصادر والوارد والجرد والتنظيم والرص والترتيب كل الامور دي بالنسبه لي انا ضامن تمام، لان انا اوريدي عامل كي بي اي وقايس الكي بي اي بتاعي على المخازن تحت وعارف اموري ماشيه ازاي. الراجل ده عشان يعمل حاجه زي كده بعد ما عرف الكارثه اللي موجوده دي ووقف له الدنيا والدنيا معاه طبعا اتعطلت، حصل ايه؟ قال لك بدأ يلحق يخش على احد الانظمه اللي بتعالج الموضوع ده. هو بقى احنا هنا بنتكلم على الكوريكشن. ايه هي الانظمه دي؟ انا اتكلم على نظام واحد من ضمن الانظمه دي بنسميه البين لوكيشن سيستم. البين لوكيشن سيستم بيعتمد على نظام الزون والساب زون والساب ساب زون، ويبدأ ايه؟ يعني يقطع المخزن بتاعك لحد ما يوصل على اصغر رف موجود، ده اللي بيسميه البن، اللي هو بيبقى ايه؟ سمولست يونت في السبيس او في الستور بتاعك، تمام؟ فقال لك البن لوكيشن سيستم هو بيعتمد على شريحه معينه، تمام. احنا عارفين طبعا في برامج وفي كود وفي يعني باركود وفي حاجات كتيره بتتعمل، بس احنا ايه، بس بنحاول نوصل للاوبجيكتيف بتاع المحاضره بتاعتنا، تمام؟ ان احنا عندنا في الاساس خالص ان انا عندي مشكله، و بنلفت نظر حضرتك كراجل بلانر ان خلي بالك في مشكله، لو انت ما خدتش واخد بالك منها هيؤدي في الاخر لحدوث تعطل، او ان المينتنس باك لوج بتاعك عمال بيتضخم. يعني المينتنس باك لوج بتاع اللي هو كان 3 كرو ويكس دخل في ايه 3.5 3.8 4، يعني الوقت بيزيد انت بتتعطل. طبعا الوقت اللي بيزيد ده في بقى حاجات وراء الكواليس كتير، عندك برودكتيفيتي بيقل، عندك في اوردرز متعطله، في عندك شروط جزائيه مفروضه عليك، يعني الموضوع بيبدا من الـ يعني السمول سكيل ويبدا يروح لحد اللارج سكيل يعمل كوارث في المستوى الاعلى. فبنقول والله دلوقتي البين لوكيشن سيستم هو بيعتمد ان هو عنده اول زون عنده هو الوير هاوس او ده اللي بنسميه المخزن. يعني احنا دلوقتي لو ناخد الرسمه اللي قدامنا دي، هو دلوقتي بيقول ان احنا عندنا في مخزنين وير هاوس 1 وعندي وير هاوس 2. المخزن دخلت جواه فقال لك بدات اشوف الايه الزون الاولاني اللي هو الليفل 1. الليفل 1 ده اللي هو بيسميه عندنا هو بيسميه الايه الايل. الايل ده يعني يقصد بيه الممر. يعني انت عندك دلوقتي في ممر اهو، وعندك هنا مجموعه ايه، مجموعه رفوف تانية وفي ممر ما بينهم، فده ممكن يبقى اسمه ايل 1 ايل 2 ايل 3، الممر الاول الممر الثاني الممر الثالث وهكذا. يبقى اول ليفل عندك جوه الستور بتاعك هو ليفل ايه، ليفل الايل. بعد الايل بعد كده بيقول لك ايه الراك. الراك ده بيتكلم على المجموعه دي كلها. لما تخش على الممر الاولاني هتلاقي على ايدك الشمال الراك او الايه او الرو اوف شيلفز، الراك رقم كذا. يبقى انت عندك في ديفيجن داش رقم تاني، ده التاني ده المستوى التاني الساب زون. جوه الراك ده هتلاقي فيه ارفف شل لايرز بالمنظر ده، فتلاقي داش حاجه ثالثه،
وجوه الرف نفسه هتلاقي فيه ادراج، درج اول، درج تاني، درج تالت، ده اللي بنسميه بقى البن. فاصبح دلوقتي ان انت بقيت تعرف المخزن بتاعك، تيجي مثلا الرف عندك بالمنظر ده كده اهو، ده كده بالنسبه لي اللي هو الراك. الراك زي ما قلنا مجموعه منين؟ مجموعه من الارفف بالمنظر اللي قدامي ده كده، وروح جاي على كل رف يروح حاطط ايه، يقول لك مثلا ده البن الاولاني، ده البن الثاني، ده البن الثالث، وروح جاي هنا كده في بوكس صغير وروح كاتب الرقم ده وكاتب الرقم ده. فكل رقم من هنا الارقام اللي موجوده دي بيربطها بالماتيريالز اللي موجوده في المنطقه دي، فيقول له خلي بالك ده انت لو عايز اللوبريكيشن رقم كذا هتخش على ايه، داش 2 داش 1 داش 10. فانت على طول خلاص عارف ان الايه دوت ده الممر ايه. بعد كده هتخش على الراك التاني، الرف الاول الدرج 10. كده انت عملت الكلام ده ايه، عملت الكلام ده في اقل من دقيقه، وصلت للايه، للسبير بارتس، وصلت للماتيريالز اللي انت عايزها، وبالتالي قدرت تنجح ان انت تجيب الايه، تجيب الكومبوننت دي بشكل سريع. فقال لك هو مثلا على سبيل المثال عشان نوضح النقطه برضو، قال لك والله لو احنا عندنا مثلا لوكيشن 1 داش بي داش 03 داش 04 داش 05، فقال لك ده معناه ان انت واقف عند زون 1 ايل بي راك 3 شيلف 4 وبن 5. تمام كده؟ ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لفكره المانجمنت، الماتيريالز مانجمنت، وازاي ان احنا قدرنا بالكي بي اي. بالمناسبه هو ده يعتبر احد الكي بي ايز اللي بنستخدمها، ان انت بتطبق اللي هو بيسميها الاوبتيمال ستورج للايه؟ للسبير بارتس. ده بارامتر. طب بتقيسه ازاي بقى المتريك بتاعه؟ ان انت بتطبق احد السيستمز دي، البيل لوكيشن سيستم وخلافه، الباركود وهكذا، من ايه؟ من ضمن الانظمه اللي ممكن نستخدمها. طيب انا لما اجي اتكلم بقى على، عايز اشوف بقى البلاننج والسكادجولينج كده قدام عيني في تشارت واحد زي التشارت اللي قدامي ده، ابص الاقي ان الموضوع في الاول خالص بيبدا من على الشمال من فوق، من ناحيه الايه، الايدنتيفاي او الايدنتيفيكيشن للورك نفسها، الشغلانه نفسها انا عايز اعرفها. فببدا اعرفها من خلال هي البيوريتي بتاعتها ايه، هي الكريتيكاليتي بتاعتها ايه. يعني مثلا انا دي يعني ممكن اقدم ايه اللي يخليني اقدم الشغلانه بي عن الشغلانه ايه، هنا بقى على حسب الكريتيكاليتي. يعني مثلا تلاقي يقول لك ايه، والله انت لو اتاخرت في التشحيم شويه الامور تبقى كويسه، بس لو جيت على مثلا في ميكانيكال سيل مثلا، يعني ده الميكانيكال سيل عمال بيجيب ميه والدنيا خربانه معايا، لا يبقى احط ده الاول. ده مش كده وبس، ده في حاجه اسمها سيكونس. يعني ممكن انت مثلا تحط تعمل شغلانه زي فكره مثلا كده، حد يعني بيصلح العربيه بتاعته ودلوقتي عايز يغير مثلا يجيب الكرانك شافت من تحت، فانا بقول له والله انت محتاج تعمل ايه، محتاج تغير الاول حاجه الكام، تغير الكام شافت الاول، وبعد كده رحت قلت له التاسك اللي بعديه اللي هو الكرانك شافت. ده كده يعتبر بالنسبه لي ايه، ترتيب مظبوط. لكن انت لو قلت له الكام شافت، قلت له اعمل لي تاسك الكرانك وانت قفلت ورجعت فتحت تاني، يعني انا اللي اقصده ايه، ان في سيكونس معينه لفتح الايه، لفتح الشغلانه. طب مين اللي هيحدد لي الكلام دي، الكلام ده وانا راجل الاكسبيرينس بتاعتي مش احسن حاجه، وانا قاعد في المكتب برضو مش داري قوي بالبروسيجرز بتاعت الايه الشغلانه، المينتنس مانيو لسه قايلين اهو دلوقتي، قال لك ريموف ريفيل كذا كذا كذا، البروسيجرز اللي حضرتك درستها دي هو اللي في الاخر هيقول لك مين اللي بيتفتح قبل مين. طبعا دي نقطه برضو في غايه الخطوره، لان انت معنى ان انت تعمل شغلانه والشغلانه ديت تلاقي نفسك انت كان المفترض انت انكلودنج في تاسك تاني، وبعد ما قفل خليته يفتح تاني، يعني برضو عيوب اخرى، وقت عطله كبير، نفس العيوب اللي احنا قلناها دي. عرفنا الشغلانه بشكل مظبوط، عملنا لها بايوريتي سيتنج بتاعها بشكل مظبوط، بدانا ندخلها على البلاننج اللي هو شغلانه الورك اوردر، ونبدا نتبع بقى البرنسبلز بتاعت البلاننج، ونبدا نتبع بقى الايه الكي بي اي بتاعت البلاننج، ونبدا نشوف هننظم العمليه دي ازاي. خلصنا الموضوع دوت كبلاننج، ابدا ده ايه ادخلها بقى كمينتنس باك لوج، وعمليه ايه، عمليه سريان للتاسك سكادجول ورك. طيب سكادجول ورك ده بالنسبه لي هي، هو الماتيريال اخبارها ايه، هتعمل سكادجولينج وانت عندك ماتيريال ناقصه،
طب ما تطلب الاول الماتيريال، طب ما تراجع الاول الماتيريال، شوف الماتيريال الاخبار ايه عندك، تمام؟ فبالتالي كون ان انا اتاكدت ان حاجه التاسك دي كلها من الورك اوردر متوفره، لان برضو من ضمن السيكشنز اللي عندي في الورك اوردر هي الكونسيومبل ماتيريالز والسبير بارتس، اللي هي الحاجات اللي انا هحط فيها قطع غيار سواء مستهلكه او غير مستهلكه، هل هي متوفره ولا محتاج اطلبها الاول؟ يبقى محتاج اطلبها الاول، ما عليه بعد اذنك ما تعطلش المعده، لما الحاجه تيجي نبدا نوقف ونشتغل. ده اللي هو برضو الايه التكنيكاليتي اللي احنا بنتبعها في حته السكادجولينج. طيب عملنا الكلام ده وعملنا سكادجولينج، بدات الشغلانه تتنفذ معايا، وبالتالي بعد ما اتنفذت مش كده نهايه المطاف، ده انت عندك حاجه مهمه جدا اللي احنا بنسميها بقى الكومبليت وورك. وهنا الكومبليت وورك دي من خلالها انا ببدا اعمل اناليسز للشغلانه. هو يا جماعه، هو انتوا لما جيتوا اشتغلتوا، انتوا اشتغلتوا من الساعه كام؟ اشتغلنا الساعه 10. طب خلصتوا الساعه كام؟ خلصنا الساعه 5. ايه ده، خدتوا 7 ساعات؟ طب ده انا كنت حاطط 4 ساعات للموضوع ده. حديث النفس، بتكلم نفسك. لا ده كده بقى خلي بالي. طب هو انتوا ايه اللي حصل؟ في حاجه اتعطلت معاكم؟ بتنزل تاخد سيرفي من الناس، يعني في حاجه اتعطلت معاكم، في مشكله حصلت؟ لا والله ده كان حصل كذا 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 كذا. فتبدا تاخد الحاجات دي كلها، فبتعمل عمليه اناليسيز عشان تصل للامبروفمنت. والكلام ده بالنسبه لك بيبقى بعد كده بيبقى ايه، زي هيستوري او ريكوردينج، عشان بعد كده تقدر لما تيجي ترجع بقى للعمليات اللي تمت على الصيانه، جايين مثلا في عندنا اوفر هول بعد وقت معين، فانا عايز اعرف ايه اللي اتعمل في المعده وايه اللي ما اتعملش، عشان لما اجي اعمل اوفر هول، لا خلي بالكم يا جماعه دي الكومبوننت دي احنا لسه مغيرينها الشهر اللي فات. يبقى لازما الهيستوري مهم جدا، ان انا ارجع بالهيستوري مره تانية. الهيستوري هنا بقى بنسميه، ودي اهم حاجه، الديرتي فينجر برينت. ديرتي فينجر برينت يعني الطبعه المتسخه اللي عليها الشحم اللي بتدل على الناس عملوا الورك اوردر دي، هي دي الطبعه اللي انت بتاخدها تحطها في الفايل عندك. لو جبت الطبعه دي نظيفه يبقى انت تشك في الموضوع، تشك ان التاسك ده اتعمل. لازم يبقى الورقه اللي جايه لحضرتك دي متعاصه في الشحم، الناس بعد ما خلص الشغلانه راح ماضيها، لازم تبقى مبصمه. لكن انا بالنسبه يعني انا طبعا بنقول يعني ايه في المعتاد، يعني مش برضو الكلام ده يعني ايه ستاندر يعني، بس احنا هم بيسموه حتى كده، ده اسم علمي ديرتي فينجر برينت، دي اللي من خلالها بتقدر تعرف الموضوع بتاعك هو تدارج معانا ازاي، وصلنا لاني ايه اني نقطه في القصه دي، بحيث ان لما تقفل السايكل بقى تاني وتيجي تبدا من اول وجديد على خطوه رقم واحد للايدنتيفيكيشن للورك، كده انت بقى عندك نوليدج وعندك تصور انا هعمل ايه في الشغلانه ديت لما تخش على رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 وهكذا، تمام كده. فده كده بالنسبه لنا يعتبر يعني عملنا زي سيرفي، سيرفي سريع كده عن الموضوع بتاع البلاننج والسكادجولينج، وان كان طبعا الكلام ده ما يكتفيش في محاضره سريعه، ولكن احنا كان عندنا مين اوبجيكتيف وكان عندنا تايتل عايزين نحققه في المحاضره دي، ان انت ازاي تربط مصادر اخرى وعوامل اخرى قد تؤثر على شغلانتك كراجل بتاع بلاننج وسكادجولينج، في سبيل ان انت واخد بالك ان الموضوع، لا يعني انا خلصت الورك اوردر، خلصت السكادجولينج بتاعي، انا معيش دعوه بقى هم يعيشوا مع نفسهم، يعملوها وقت ما يعملوها، يخلصوها وقت ما يخلصوها. فبالتالي ايه يعني يبقى في خلل في الموضوع بتاعنا. يعني قبل ما نبدا نسمع الاسئله بتاعت حضراتكم، ان شاء الله هي المفترض ان في على الشات هيبدا يظهر لينك، اللينك دوت حضرتك هيبقى هتسجل فيه عشان خاطر شهاده الحضور للمحاضره تنزل لحضرتك، فضروري نتابع اللينك اللي هينزل على الشات من فريق انجينيرنج تراكس، وضروري نسجل فيه عشان شهادات الحضور. ويعني مستعدين نستقبل اي استفسار في اي حاجه، معانا حوالي مثلا 10 دقائق نسمع فيها الاسئله. اللينك هينزل حاضر يا باشمهندس محمد، لحظات وهينزل على هينزل حاضر دلوقتي على الجروب الشات. احنا عندنا بس اي استفسار لحد ما اللينك ينزل، يعني في اي استفسار عندنا في الكلام اللي احنا قلناه، في اي حاجه مش واضحه، في حد عايز يستفسر في حاجه تكنيكال،
ان شاء الله هينزل ليها تسجيل ان شاء الله، برضو يعني فريق العمل هينزله على جروب الواتس باذن الله. عندنا هنا الباك لوك كان بي كالكوليتد از ذا نمبر اوف كومبلينتس اجينست ذا ورك، كان بي از ذا نمبر اوف كومبلينتس اجينست ذا ورك كومبليتد. لا هو الموضوع بي 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 يعني هو ده استفسار ولا دي زياده معلومه؟ بس عشان افهم الاول نشوف سؤال تاني. طب لحد ما ترد علينا في السؤال ده. لا بي دي اف ما اعتقدش، هو بينزل تسجيل بس للمحاضره. الدورات اللي بتتم في الجزء ده، اول دوره طبعا الدوره دي بتبقى هي دوره يعني ايه، بتاخد منها الكونسبت الثيوريتيكال، وان كان طبعا احنا بندعم الموضوع ده ببراكتيكال اللي هي دوره البلاننج اند سكادجولينج، ودي مقرر ميعادها ان شاء الله يوم 10/2 الشهر القادم. دي من خلالها بقى بتبدا تتعرف على الكونسبت والبرنسبلز للبلاننج والسكادجولينج، وايه هي الحاجات اللي تاخدها معاك في الاعتبار. وبنختتم الموضوع ده بانترودكشن للسي ام ام اس، وده اللي هو الكمبيوترايزد مينتنانس مانجمنت سيستم، اللي هو تبدا تحول بقى الكلام ده على حاجه كمبيوترايزد، يعني هو اللي بيقدر يطلع لك بعد ما تبدا تديله انبوت انبوت في الاخر تلاقي المخرجات بتاعته ورك اوردر، المخرجات بتاعته يديك الارم على ان في تاسك معين، يديك تصور للاسيت مانجمنت بتاعك هيبقى عامل ازاي. فنلاقي ان الكورسات او الدورات، عشان السؤال بس يبقى رد عليه محدد، هو عباره عن بلاننج اند سكادجولينج، كورس بلاننج اند سكادجولينج. بعد كده في المقام اللي بعديه بنتعلم احد السوفت ويرز، فتلاقينا مثلا ممكن ناخد حاجه زي الساب زي الماكسيمو، تمام؟ فبرامج بتعلمنا ازاي بقى نطبق الكلام دوت كبرنامج سي ام ام اس. انا لسه قايل اهو شانس خالد ان احنا عندنا في ماكسيما اللي هو الساب. طبعا الساب ده بيخدم منظومات كتيره وتخصصات كتيره، من اول الراجل بتاع الحسابات، موظف الحسابات اللي هو اداره المخزون والصادر والوارد وامر التشغيل، وبيخدم الراجل بتاع البرودكشن بلاننج من خلال البي بي موديول، بيخدم الراجل بتاع الاسيت مانجمنت اللي هو الحاله بتاعتنا احنا من خلال البي ام موديول، والراجل بتاع الحسابات من خلال الام ام مديول. فالساب طبعا ده برنامج عظيم، مؤسسات كتيره جدا شغاله بيه في مصر وخارج مصر، تمام؟ فهو الشغل على الساب على سي ام ام اس، فده متاح ان شاء الله برضو في دوره منفصله اسمها الساب، دوره الساب. فدي برضو ايه، ممكن نتواصل مع الفريق بتاع انجينيرنج تراكس، ممكن يقول لحضراتكم تفاصيل اكتر عنها، مواعيدها والكلام ده كله. The best way to get the feedback about the machine running hours to automate. The best way to get the feedback about the machine running hours to automate the work order creation through the CMS. طبعا هو الفيدباك بتاع الورك اوردر، هو الماشيننج اورز ده بالنسبه لنا هو عشان نعمل ابجريدنج. يعني دلوقتي احنا لسه بنقول انا دلوقتي كان عندي تاسك بيقول ان انت هتغير او هتعمل تشحيم بعد 2000 ساعه او 20000 ساعه تشغيل. طيب انا هقدر اعرف منين النكست ديت او النكست اوبريتنج اورز اذا ما كنتش انا جايب الكرنت اورز؟ ما هو في الاخر الحاجات دي برضو حاجات بنتعلمها في المينتنس بلاننج والسكادجولينج، هو ان احنا بنعمل زي برمجه لو بابسط الاشياء بالاكسل شيت مثلا. فاحنا بنربط الاوبريتنج اورز، لازم تدخل له النهارده كان الاوبريتنج اورز كام، عشان من خلال معادلات رياضيه هو متبرمج عليها في الاكسل يقول لك انت الميعاد القادم بتاع التشحيم هيبقى بعد كام ساعه. فطبعا ده عامل مهم. اما بالنسبه للاستفسار بتاع المهندس ابو بكر، فهو كان بيستفسر على فكره ارجع تاني بس للسؤال اللي هو بتاع الباك لوج. فاحنا هنا بنقول ان الباك لوج هو الموضوع ملوش علاقه بان المشاكل، او ملوش علاقه بالشغل اللي تم، هو ليه علاقه بالشغل اللي لسه هيتم، وليه علاقه بالكباستي بتاعتي في الاندستري بتاعي ايه. انا مثلا شغال في مؤسسه معينه، والمؤسسه ديت مدياني اتنين تكنيشنز شغالين معايا، فالاتنين تكنيشنز دول حتى لو كانوا هم اربعه فهم بيبدلوا مع بعض نظام ايه، روتيشن مثلا. لكن في الاخر انا ليا ان يوميا في اتنين موجودين، والاتنين دول الدوام بتاع كل واحد بيورلي بيشتغل 7 ساعات، يبقى انا كده عندي الاتنين 14 ساعه، 14 في 7 يطلع لي اكس. الاكس ده بالنسبه لي
دي قيمه الاورز، الوركينج اورز اللي انا اقدر اشتغل فيها في الاسبوع. كده انا خلاص ركنت دي على جنب، اروح راجع بقى مره تانيه واشوف التاسكس اللي عندي هي محتاجه كام ساعه عشان اقدر اشوف انا محتاج كام اسبوع عشان اقدر انتهي من ايه؟ من التاسكس اللي عندي دي. طب هو جروب الواتس يعني في المعتاد هو اللي فيه المفترض ان فيه اعلان للمحاضره وكان فيه فورم، فيعني رجاء لو نسجل في الفورم دي او هنلاقي اللينك بتاع الجروب مباشر. يا ريت لو حد بس من فريق انجينيرنج تراكس معانا، المهندس عمر علي بيسال، عايز مهندس مع عفوا مهندس باسم عايز يتضاف على الجروب بتاع الواتس، يا ريت لو نقدر نساعده برضه في حاجه زي كده. الكورس بالنسبه لنا هو بيبقى عباره عن 7 ايام في 3 ساعات، حوالي 3 ساعات يوميا، 3 في 7 ب 21 ساعة، بيبقى السبت والثلاث من كل أسبوع. فترات مسائية في المعتاد بتبقى من الساعة 7 أو 7:30 مساء بتوقيت مصر، محاضرات مسجلة نقدر نرجع لها في أي وقت. بندعم الكورس زي ما اتفقنا إن إحنا في الآخر بناخد مينتنانس مانيوال، بنبدأ نشوف بناخد براكتيكال إزاي نعمل ورك أوردر مظبوط. مش كده وبس، بنبدأ كمان بندي إنترودكشن للساب، يعني هنلاقي في آخر محاضرة عندنا بنعمل كده زي سيميوليشن لبرنامج الساب بنتعرف عليه عشان اللي بعد كده حابب يخش على ليفل 2 ويتعلم الساب يبقى بالنسبه له ايه، خد تصور ايه اللي هينتظره في الايه، في الشغل اللي هو الكمبيوترايزد. سي ام ار بي بيناقش البلاننج بس على استحياء، يعني هو سي ام ار بي هو ميزه وعيب، لان ميزته ان هو بيجمع مجموعه من المجموعات كتير، يعني مواضيع كتيره بيتكلم عليها، لكن طبعا بسبب الدينستي بتاعت الموضوعات هو ما بيقدرش يفرد افراد كامل لكل موضوع على حده. فطبعا تلاقي ان السي ام ار بي حاجه والبلاننج والسكادجولينج كتخصص برضه بيبقى ايه، محتاج افراد فيه. يعني عندنا 10 بي ام ورك اوردرز ان ذا ويك كومبليت 5، سو باك لوج 50%، 10 بي ام اوردرز ان ذا ويك. مهندس ابو بكر احنا مش بنحسب عدد الورك اوردرز، انا مش بحسبها كنمبر اوف ورك اوردرز، انا بحسبها ك وركينج اورز. الشغلانه ليها اكسبكتد اورز معين، يعني انا بتعامل مع الشغلانه لوحديها وبتعامل مع الحسابات المينتنس باك لوج لوحده. فبقول والله الشغلانه دي انا شايف من وجهه نظري هتاخد 3 ساعات، هتكررها كم مره؟ هكررها في 10 معدات، يبقى هعملها 30 ساعه، يبقى انا كده عندي اللود الوركينج لود عندي 30 ساعه. طيب المينتنس باك لوج مطلع لي ايه؟ مطلع لك ان الكرو ويك بتاعك بينفذ كام؟ بينفذ 40 كرو ويك، 40 اورز كرو ويك، يعني معنى كده قبل ما يخلص الاسبوع اكون مخلص الايه؟ ال 30 ساعه اللي قدامي دول. يعني اتمنى يكون الموضوع اتضح دلوقتي اكتر. طبعا الكريتيكال باث هيتشرح، الجانت المابينج ده برضو ان شاء الله يتشرح معانا، وفي برضو حاجات ميثودز تانية اخرى تمام، فدي ان شاء الله برضو هي هيتم مناقشتها. والحاجات دي طبعا بتبقى مستدركة، يعني مثلا الكريتيكال باث هو بيبقى جاي من البروجكت مانجمنت، بناخد كمان البرنسبلز بتاعت البروجكت مانجمنت قبل ما بتتكلم على الكريتيكال باث والامور دي كلها. طبعا كل الحاجات دي ان شاء الله يتم تدريسها في الكورس. يعني احنا زي ما اتفقنا ان هو ليه علاقه السي ام ار بي بيتكلم عليه بنبذه مختصره. الاكسبتد ليميت والباك لوج والكلام ده كله بنحسنه من خلال ان احنا يعني ايه بن بن يا هنزود عماله ملهاش حل تاني. يعني انا مثلا عشان ازود المينتنس باك لوج بتاعي تمام، انا بالنسبه لي بعمل ايه؟ عفوا انا عندي الباك لوج ده اللي هو الباك لوج بتاعي ده اللي هو الايه الويتنج، زي ما قلنا الويتنج جوبس المنتظره. طبعا بحسن الكلام ده من خلال ان انا اشيل اي معوقات موجوده عندي، معوقات حصلت في السبير بارتس زي ما شفنا اشيلها، انظم الفريق بتاعي، لا ابدا الفت نظره او ابدا الفت نظر المانجر بتاعه، لا ده كده معانا ده بيعطلنا. يعني بنبص على الحاجات اللي بتزود لي المينترنس باك لوج واحاول ايه، واحاول اشيلها من الموضوع بتاعي.
الكي بي اي، يعني انا مش فاهم السؤال قوي بتاع البيس كي بي اي فور توتال بروسيس اند اتس بيست براكتس. الكي بي اي طبعا ليه، ما احنا يعني عوامل بقى كتيره، انديكيتورز معينه وميتريكس معينه هنتكلم عليها طبعا. في حاجات تخص الاستلام وتسلم الصادر والوارد، تمام، في حاجات تخص المعوقات اللي هي خاصه بفريق العمل نفسه، في حاجات تخص يعني زي ايه مثلا، زي الشغلانه مثلا نيتشر نفسها بتاع المعده، هل المعده بتبقى جاهزه على طول ولا في عوائق بتعوقني ان انا اخش اشتغل بشكل مباشر؟ يعني في معدات مثلا مش هينفع ان انت تخش عليها قبل مثلا ما تبرد لان في حرارات عاليه عليها، فدي وقت معين، فالحاجات دي كلها بتبقى داخله معانا. حلو، ما هو احنا دلوقتي بالنسبه لفكره ان احنا هيبقى عندنا في مخطط اسبوعي، وفي عندي مخطط يومي، في عندي مخطط شهري، يعني انا في عندي حاجه اسمها اللونج تيرم سكادجول وفي الشورت تيرم سكادجول، فانت على حسب طبيعه الشغلانه اللي عندك انت بتختار لها النظام الايه الامثل عشان عمليه الايه تظبيط المدد القصيره دي اللي احنا حاجه عايزين نعملها وعايزين ايه وعايزين نشغل مره تانيه. طب الإجابة بتاعته حلوة يا باشمهندس محمد ولا السؤال بس اللي حلو؟ اللينكات طبعا الفريق الاي تي نزله، اللينكات موجودة دلوقتي متاحة، فيا ريت الناس برضو تخش تبدأ تسجل عشان شهادات الحضور بتاعة المحاضرة. كلمة maintainability و availability، الافيلابيلتي دي اللي انت المعدة بتاعتك هي متاحة للعمل او متاحة للإنتاج، اما المينتينابيلتي ان المعده قابله للصيانه، يعني يكون فيها ايه ان معموله بشكل مينتينابل، يعني سهل ان هي تتصين، يعني نقدر نصينها بشكل ايه بشكل اسهل. وجزاكم ان شاء الله مهندس خالد. طبعا what is the expected downtime length to start or create work order، يعني انا ال expected downtime length ده يعني انا طبيعه الدنيا المؤسسه بتاعتي ايه، ما هو برضه في حاجات بتبقى كاستمايزد على طبيعه الشغل عندي، النيتشر بتاع المؤسسه، النيتشر بتاع الاوبريشن عندي، يعني في بعض المؤسسات انت لو تعطلت بشكل كبير خساير بالملايين هتحصل، فانا كل حاجه بعمل لها كاستمايزيشن على طبيعة الايه على طبيعة الموضوع. لكن لو حضرتك بتسأل على ان انا مثلا عايز تعمل الورك اوردر بتاعك قد ايه، لا الورك اوردر اللي انت بتعمله ان انت تكريت الورك اوردر وتحطه معاك في التراك، انت اوريدي ده انت ممكن تعمله من فترة وتبقى مجهز معاك، انت قضيتك مش قضية الورك اوردر. يعني انا لما اجي اقول ورك اوردر تمام بابليكيشن او ان احنا نعمل يعني ايش للورك اوردر، ما عنديش مشكلة بحاجة زي كده لان دي تبع البلاننج، انا مشكلتي في السكادجولينج، السكادجولينج ده اللي هو رايح ناحيه التنفيذ، فانا ممكن من فتره كبيره اعمل الورك اوردر واسيبه عندي في الدرج، ما عنديش مشكله، وممكن اعمله يوم الشغلانه الصبح برضه ما فيش مشكله. انا مشكلتي ان لما اقول سكادجول معين الاقي فيه التزام ولا ان ما فيش اي معوقات للتنفيذ. تمام، يعني اتمنى نكون على قدر المستطاع، يعني حاولنا نضيف بعض او شيء من النولج في الوقت القصير ده، وباذن الله يعني نلقاكم في محاضرات اخرى بفوائد اخرى كده تفيدنا ان شاء الله في امور اعمالنا. نلقاكم على خير دايما ان شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضو انا معلش حاجة اخيرة، يعني يا ريت اللي ما لسه ما سجلش ينتظر في اللينك بتاع المحاضرة، يملأ أول حاجة يسجل عشان شهادة الحضور.